بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 51. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لما ذكر سبحانه وتعالى في الآيات السابقة ذم أهل الكبر والخيلاء وذم البخلاء وذم أهل الرياء، فإن الله سبحانه أعقب تلك الآيات بهاتين الآيتين، لأنه ذكر في الآية السابقة أنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فذكر في هاتين الآيتين ما يكون لهم يوم يبعثهم الله عز وجل ويقومون بين يديه ويلقون جزاءهم. ذكر مصيرهم من أجل أن يحذر المسلم من الاتصاف بصفاتهم، فقال تعالى: فكيف إذا جئنا. كيف هذه كلمة تفخيم، ماذا يكون الحال، ماذا يكون حال هؤلاء في ذلك الموقف إذا بعثهم الله سبحانه وحشر الناس وحشر الأمم وجاء سبحانه بالرسل يشهدون على أممهم بأنهم بلغوهم حتى تنقطع الحجة، كما قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وهؤلاء الرسل يشهدون يوم القيامة على أممهم أنهم بلغوهم وأقاموا عليهم الحجة، كما قال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وهنا يقول: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي أن رسلهم يشهدون عليهم بالبلاغ وقيام الحجة. ثم قال جل وعلا: وجئنا بك أيها الرسول على هؤلاء، يعني على هذه الأمة المحمدية، شهيدا تشهد عليهم بالبلاغ وقيام الحجة، لأن الله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا الرسول يشهد على أمته، وأمته تشهد على الأمم أيضا، لأن الرسل، كل رسول إذا شهد على أمته يطلب من الرسول الذي يشهد على أمته من يشهد له بما يقول، فيقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد لي بالبلاغ. وذلك في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكيف تشهد هذه الأمة على الأمم السابقة وهي الأمة الأخيرة؟ تشهد عليها بما جاءها في القرآن الكريم، لأن الله ذكر في هذا القرآن الكريم أخبار الأمم السابقة، ذكر الأنبياء ودعوتهم أممهم وماذا أجابت أممهم عليهم. فهذه الأمة أخذت علمها من هذا القرآن العظيم المهيمن على الكتب، فهي تشهد على الأمم السابقة بما علمته من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل
من بين يديه ولا من خلفه، فيشهدون للرسل بالبلاغ، ويشهد محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بالثقة وقبول الشهادة، يزكيها عليه الصلاة والسلام. فحينئذ تقوم الحجة وتنقطع المعذرة، ولا يبقى لأحد على الله حجة، وكل يواجه عمله وما قدمه، لا مناص له منه ولا خلاص. ولهذا لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، وكان ابن مسعود رضي الله عنه حاذقا في قراءة القرآن وحافظا لكتاب الله، قال: يا رسول الله، كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنه من أول سورة النساء حتى وصل إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. قال عبد الله: فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا عيناه تذرفان. وهذه الآية مثل قوله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ثم قال سبحانه وتعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يعني أن هؤلاء الكفرة والمشركين والمنافقين الذين نسوا الله في هذه الدنيا فأنساهم أنفسهم، إذا شاهدوا هذا الموقف وشهد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، وحينئذ عرضت عليهم أعمالهم السيئة فلم ينكروها ولم يستطيعوا إنكارها لأنها مثبتة عليهم، ولو أنكروا بألسنتهم فإن الله يستنطق جلودهم ويستنطق أعضاءهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، كما قال سبحانه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوا شهدت عليهم أيديهم شهدت عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، شهدت عليهم جلودهم. قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.